بعد حريق نشب بمكان إقامة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وخلال ساعات قليلة أصبح المهرجان متصدر قوائم البحث عبر جوجل. اتساءل الجمهور عما سوف يحل بالمهرجان المقرر افتتاحه غداً، ووسط تكهنات بإلغاء المهرجان، أعلن المهندس نجيب سويرس إنه مهرجان الجونة السينمائي رح ينطلق في موعده غداً الخميس، وهذا بعد السيطرة على الحريق. وكشف سويرس إنه مركز الاحتفال لمهرجان الجونة لم يصبه أي ضرر من الحريق، ولهيك رح يتم افتتاح المهرجان في موعده. اندلع حريق ضخم بالقاعة الرئيسية المخصصة لإقامة مهرجان الجونة السينمائي قبل ساعات من انطلاق المهرجان غداً. وكان من المقرر أنه يقام حفل الافتتاح غداً 14 من أكتوبر الجاري، على أنه يتم إعلان الفائزين وتسليمهم الجوائز يوم 22 من أكتوبر. وحضر سميح سويرس شقيق نجيب إلى موقع الحريق بعد ما سيطرت عليه قوات الحماية المدنية، وتم الكشف عن سبب اندلاع هذا الحريق، وكان السبب أنه تماس كهربائي في الوحدة الخارجية هو اللي تسبب في الحريق. وحالياً تجرى معالجة كل ما تضرر بسبب الحريق، وفي الموعد المقرر لانطلاق حفل الافتتاح لن يشعر أحد بأنه كان هناك حريق من الأساس. والتعديل اللي طرأ على الحفل اللي راح ينطلق عقب حفل الافتتاح هو الوجود في مكان سطحي بدل من المكان العلوي اللي طاله الحريق. ومهرجان الجونة هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في منتجع الجونة بمدينة الغردقة، وتأسس هذا المهرجان عام 2017، حيث انطلقت أولى دوراته اللي شهدت حضور عدد كبير من النجوم، ومن بينهم عادل إمام. ويرأس هذا المهرجان رجل الأعمال المصري الشهير نجيب سويرس وشقيقه سميح سويرس.